مصر بتشتغل بشكل مكثف جدا في مجال انتاج الطاقة النظيفة. عندنا شغل مهم جدا كمان احنا كمعهد تخطيط قومي بنعمله مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يتعلق بالحسابات القومية الخضراء، الناتج الاخضر والنمو الاقتصادي الاخضر. مصر اطلقت السندات الخضراء، وده يمكن اول اطلاق في المنطقة، فكانت مصر هي سباقة في هذا الموضوع، هي وده بياخدنا لقضية محورية اللي هي قضية التمويل. احنا كمنطقة كمصر وكمنطقة عربية وكدول أفريقية كمان الحقيقة من أقل مناطق العالم تسببا في التغيرات المناخية وفي الانبعاثات من الغازات الدفيئة سواء ثاني أكسيد الكربون أو غيرها، لكن على النقيض إحنا من أكثر مناطق العالم تضرراً من هذه التغيرات المناخية، فبالتالي إحنا ما تسببناش فيها، لكن في المقابل إحنا متضررين بيها بشكل كبير جداً، وبالتالي في جهد كبير لتعبئة تمويل كبير، وإن شاء الله تبقى فرصة في الكوب 27 ده يبقى محور رئيسي. يعني طبعا دور المرأة دور رئيسي جدا في التغيرات المناخية، لأن احنا دايما بنتكلم على فكرة التغيرات المناخية وفكرة القضايا البيئية بشكل عام، هي ثقافة، هي طريقة تفكير، طريقة تربية، فيعني المرأة ليها دور مهم جدا، والأسرة في إطار طبعا الأسرة بشكل عام دور محوري للمرأة، أيضا دور محوري لسيدات الأعمال بشكل عام في القطاع الخاص بشكل كبير، إن هم يكونوا من رواد الأعمال ومن رواد العمل البيئي وفكر الاستدامة وفكر الفكر الأخضر بشكل عام، فطبعا المرأة ليها دور مهم جدا. احنا سعداء جدا هي باطلاق هذا التعاون مع التوب 50 ويمن، مع المنتدى الخمسين امرأة الاكثر تأثيرا في مصر، شراكة مهمة جدا بنطلقها ايضا مع شركة من الشركات المتميزة دي كاربون في الاستشارات البيئية، بتأكد على الرسالة الأساسية اللي عايزين نوصلها، هي فكرة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كل شركاء التنمية، لأن الحقيقة التحديات كبيرة جدا وأكبر بكثير من قدرة أي طرف منفردا أن هو يحقق فيها إنجاز حقيقي، ففكرة دايما الشراكة بتبقى مهمة جدا. فإحنا النهاردة الحقيقة بداية سلسلة من الفعاليات، احنا مش بس وقعنا هذا البروتوكول، ولكن ايضا بدأنا فعالية اولى هي ندوة تثقيفية توعوية لعضوات بارزات من المنتدى 50 امرأة الاكثر تأثيرا اللي موجودين في مختلف قطاعات الدولة، فده مهم جدا، التوعية بقضايا التغيرات المناخية بالكوب 27 وما بعد الكوب 27. احنا ان شاء الله سلسلة من البرامج التدريبية، من المحاضرات التثقيفية، من الشهادات المتخصصة اللي هيتم اطلاقها خلال الفترة القادمة. ايضا احنا كمعهد تخطيط قومي عندنا الحقيقة سلسلة من الفعاليات، احنا مشاركين كمعهد تخطيط قومي في الكوب 27، وقلت ان احنا في اكتر من جهد بنعمله، وان شاء الله فعاليات كتير هنكون مشاركين فيها. عندنا تقرير التنمية العربية الجديد هيكون على الموضوع التغيرات المناخية، فعندنا الحقيقة في زخم كبير والتحديات كبيرة جدا جدا، لكن أنا متفائل جدا بوجود هذا الزخم وهذا الاهتمام وهذه التوعية، والناس كلها النهاردة بتكلم على التغيرات المناخية، ما كناش بنسمع الكلام دوت قبل كده، فالنهاردة في زخم كبير جدا إن شاء الله يحسن استغلاله والاستفادة منه لدفع العمل خلال الفترة القادمة بإذن الله.